وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فيت فطوم. معايا انا فاطمه الجاوي. اذا كانت المره هذه اول مره تشوفوني فيها فروحوا شوفوا البرومو عشان تعرفوا ايش الحكايه، وشاركوني تجاربكم في الهاشتاجات الموجوده تحت في صندوق الوصف سواء على تويتر او على انستغرام. تمارين هذا الاسبوع تمارين عقليه اكثر من كونها جسديه، وقد ما راح اتكلم عنها كلامي عنها نقطه في بحر. حديثاً هذا الأسبوع عن تمارين الوعي أو المايندفولنس. العديد من الأبحاث والدراسات أثبتت أن تمارين الوعي أو المايندفولنس تؤثر إيجاباً على الإنتاجية والإبداع والتركيز، كما أثبتت أنها تقلل من الأرق والقلق وتحسن من عادات النوم، كما أنها أثبت فعاليتها في عادات التحكم بالنفس وأيضاً في الذكاء العاطفي والسلام مع النفس والتسامح والمرونة وغيره 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 من الفوائد العظيمة. نجي لكلمات الأسبوع. بصراحة أقول لكم إنه المعجم العربي خذلني هذا الأسبوع، ومش السبب المعجم العربي، السبب إنه هالتمرين جديد ومستهدف ومستشق. أقرب ترجمة عربية لكلمة المايندفولنس هو الوعي أو الإدراك باللحظة الحالية أو المجريات الحالية. وفي فرق بين المايندفولنس وبين المديتيشن، لأن المديتيشن أو التأمل هو المظلة اللي تغطي المايندفولنس. يعني لما نجي نتكلم عن المايندفولنس، المايندفولنس فرع من فروع التأمل. المايندفولنس هو وسيلة من وسائل مساعدة النفس أو السلف هيلب، ممكن تكون جماعية، ممكن تكون فردية، ممكن تكون 5 دقائق، ممكن تكون ساعة، وممكن تكون 10 أيام. صراحة في بحر التمارين العدة اللي ممكن تسويها في المايندفولنس اخترت لكم في هالفلوق 4 تمارين سويتها، وفي غيرها راح اذكرها. تعالوا نشوف هالتمارين. ويا اهلين وسهلين، تمرين اليوم يتطلب روقان وهدوء، ما راح اصرخ ولا اسوي نفسي متحمسه. اسمه مايندفولنس، هكتب لكم في الترجمة ايش هو. المهم هو روقان، يعني اخرسي خالص واتمرني. هذا اللي قدرت اوصله. تعالوا معي. Find a quiet spot. Two days later. إيش صار؟ والله أنا نمت. تعرف يعني نمت؟ مو بس أنا، مو لحالي، حتى الباقيين ناموا. كان عبارة عن guided meditation. يعني احد كده يوسوس في ودنك وانت تنام زي الشيطان. والله بس والله كانت نومة حلوة. يلا سلام. Welcome to this guided meditation. I will now take you on a journey of relaxation, visual imagery and pure visualization. Where you will learn to leave your problems and inner anxieties behind and will gain a new understanding and clarity of mind, embracing instead a powerful and vibrant visualization that fills your being with wonder and enables you to understand your place within the world. Mindfulness. بس نلون أعمال دبس، فأشوف اليوم السيرب كيف. Hi guys. Hello. خلصت. شوفوا تلاويني، مو أحلى حاجة بس رايقة. من زمان ما لونت، وهذا كان المايندفولنس حق اليوم. أشوفكم بعدين. يا أهلين، اليوم ويكند، عندي تقريبا بريك بس 3 ساعات، بس 3 ساعات. ما أقدر أقعد فاضي، أموت أنا أقعد فاضي. فأبغى أسوي معاكم
mindfulness breathing وحوريكم كيف تسووه. بس هتحتاجوا جوال وسماعات وهدوء. دوبني طفية على الغسالة عشان أروق. فتعالوا شوفوا إيش حيصير. المايندفولنس هو تدريب، يعني تحتاجي تكرريه عشان تلمسي معظم الفائدة منه. مو بس نسوي المايندفولنس في كلاسات، ممكن نسوي المايندفولنس زي ما شفت في البيت، ممكن تسوي وانت تمشي، ممكن تسوي وانت تتنفسي، ممكن تسوي وانت تستمعي، وغيرها وغيرها وغيرها. من خبرتي الشخصية أو بمثال جدا بسيط أقدر أقولك، عند استماعك لمحاضرة مدتها 30 دقيقة عادة نحتاج 7 مرات عشان نستوعب كل الفائدة إلا في المحاضرة، لكن مع المايندفولنس يمكن تحتاج تسمعيها مرة واحدة عشان تستوعبي كامل المحاضرة. وزي ما ذكرت من قبل إنه المايندفولنس هو سيلف هيلب تول، يعني تساعدي نفسك بنفسك. حطت لكم تحت في صندوق الوصف العديد من الروابط اللي راح تتعرف عليها على المايندفولنس أكثر، وتشوفوا تمارين متنوعة تقدر تطبقيها خلال حياتك اليومية. ايضا هناك العديد من التطبيقات سواء على جوجل بلاي او الاب ستور اللي تقدم لكم تمارين مختلفه وببلاش، وكمان في العديد من الفيديوهات على اليوتيوب اللي تسوي لكم نفس الشيء. الى هنا اكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه. شاركوني تحت في الكومنتات اذا كانت المره هذه اول مره فيها تسمعوا عن تمارين الوعي او انكم جربتوها قبل كده، وايش التمارين اللي تسووها. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم تنبيهات بحلقات كل أسبوع. شاركوني تجاربكم على الهاشتاجات سواء على تويتر أو على إنستغرام. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.